الاكس ري تيوب هي قلب جهاز الاكس راي، هي اللي بتجنريت الاكس راي اللي احنا بعد كده بنستعملها علشان نقدر نطلع بيها الصور اللي احنا محتاجين ان احنا ناخدها. لو احنا حبينا نحلل تركيب الاكس راي تيوب هنقدر ان احنا نقول ان في عندنا جزئين اساسيين، حاجه بنسميها الاكسترنال ستراكشرز، حاجه اسمها الانترنال ستراكشرز. الاكسترنال ستراكشر تتكون من سبورت ستراكشر، بروتكتيف هاوسنج، glass or metal enclosure. الـ internal structures هي basically فيها two basic components اللي هما الانود والكاثود. نبدأ بالكلام على الـ X-ray tube support structures. Basically نتكلم على الـ X-ray tube والـ housing اللي هي محطوطة فيه. كل الكلام ده الحقيقة بيبقى very heavy، بيبقى يعني وزنه بيبقى تقيل للغاية. فلو احنا بنتكلم على يعني حاجة بالحجم دوت، لو احنا بنتكلم على ان التكنولوجيست مفروض يهندل الاكس راي تيوب عشان يوجهها للاتجاه اللي هو عايز يصور فيه، او عايز يحركها فوق او يحركها تحت او يحركها يمين او شمال، الحقيقة لازم يكون فيه سبورت ستراكشر عشان يسمح بالحركة دي بشكل يكون فيه سهولة. فالحقيقة بنلاقي ان احنا عندنا عدد من الاشكال بيبقى فيها الاكس راي تيوب، بتبقى يا اما راكبة في السقف سيلينج، يا اما موجوده على يعني حاجه زي مثلا سبورت ستراكشر كده موجوده على الوول، يا اما ممكن يبقى في عندنا حاجه زي سي ارم بالشكل اللي احنا شايفينه هنا ده كده. فطبعا هنا ده بيسمح ان هو الاكس راي تيوب تتحرك فوق وتحت من غير اي مشكله خالص، ممكن ان هي برده توجه يمين او شمال او تتغير اتجاهها، بدل ما تكون بتدي اكس راي على الاتجاه اللي هو السفلي دوت، ممكن يبقى تعمل برده اكس راي باتجاه افقي بحيث ان يصور مثلا على يعني البيشنت يبقى واقف مثلا يعمل تشست اكس راي مثلا على يعني فيلم او ايمج ريسبتور محطوط هنا مثلا. نفس الكلام بالنسبه لهنا، ده ممكن يصور هنا على تيبل، ممكن برده ده يبقى روتيتد بحيث ان هو في الاخر يعمل صوره لشخص واقف على الحائط مثلا قدام الايمج ريسبتور بالشكل ده كده. الشكل بتاع السي ارم الحقيقه بيبقى فيري كونفينينت عشان هو فيه الريسبتور الاكس راي تيوب والريسبتور الاثنين موجودين في قصاد بعض بالشكل ده كده. فبالتالي بيسمح لنا ان احنا نقدر نحركه يعني في الاتجاهات اللي احنا عايزينها من غير ما يكون في عندنا اي مشكله، باستعمال نفس اللي هي السي ارم دي نفسها تتحرك بحيث انها تبقى افقيه او راسيه او مايله باي شكل احنا عاوزينه، بحيث ناخد الصوره بالشكل اللي الطبيب يفضل ان هو يشوف الصوره فيه. فبالتالي دي تبقى فيري كونفينينت. واكشوالي في بعض الاجهزه بتاعه السي ارم بالذات بتبقى موبايل، يعني ممكن تتحرك، يعني ممكن تبقى كل الجهاز نفسه يتحرك، ممكن هو يدخل غرفه عمليات، ممكن هو يتحرك من مكان لمكان داخل المستشفى. فالحقيقه في كل الاحوال السبورت ستراكشر هو مهمته ان هو يسهل على الراديولوجيكال تكنولوجيست ان هو يستعمل الجهاز بتاع الاكس راي ويحرك الاكس راي تيوب اللي هي ثقيله جدا جدا، يحركها في اي اتجاه بحيث ان هو ياخد الصوره بالشكل اللي هو شايفه. البروتكتيف هاوزنج هو المكون الخارجي الثاني، والمكون الخارجي الثاني ده مهم جدا الحقيقه، علشان زي ما احنا عارفين كده احنا بنتكلم على الاكشوال اكس راي نفسها، اكس راي تيوب نفسها بتبقى معموله بشكل زجاجي، يعني بيبقى معموله بشكل زجاجي بالشكل ده كده. فلو تخيلنا ان احنا عندنا حاجه بتجنريت حراره بالشكل دوت في 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 ستراكشر شكل زجاجي بالشكل ده كده، ممكن يبقى في عندنا مشاكل الحقيقه، ان ممكن الزجاج نفسه يعني صعب جدا طبعا تحريكه، وصعب جدا ان احنا يعني نثبته في اي مكان او في اي ستراكشر زي السبورت ستراكشرز اللي كنا بنتكلم عليها. فلازم يكون في حاجه زي اكسترنال ستراكشر كده بنسميه بروتكتيف هاوزنج، يبقى موجود في الاكس راي تيوب نفسها بكل مكوناتها اللي هي تعتبر فيري ديليكت. اوكي، فبيسكلي احنا برضو واحده من الحاجات المهمه الحقيقه، الاكس راي لما بتطلع من التارجت بتطلع بشكل ايزوتروبيك. ايزوتروبيك معناها بتطلع في جميع الاتجاهات. دي بتعمل لنا مشكله الحقيقه، ان احنا عندنا في ليكج راديشن بيطلع في جميع الاتجاهات لو احنا مش عاملين البروتكتيف هاوزنج دوت. فالبروتكتيف هاوزنج مهمته ان هو بيسكلي يخلي فيه بس جاست وان ويندو، الوان ويندو دي بيطلع منها الاكس راي اللي احنا بنقدر نصور بيها، اللي احنا بنسميها اليوسفول بيم، اللي هو البيم اللي هو المفيد في التصوير. ويبقى بيسكلي بقيه الاتجاهات الاخرى البروتكتيف هاوزنج ده يمتصها بحيث ان هي ما تعملش اكسترنال يعني راديشن، يبقى ملوش لازمه، يبقى بالنسبه لنا ممكن يعرض الناس اللي موجودين في غرفه الاشعه لاشعاع من غير لازم. فبيسكلي بنتكلم على only the x-ray emitted through the window، الاكس رايز اللي هي خارجه من الويندو دي بنسميها اليوسفول بيم،
وبيسكلي ممكن يبقى في عندنا ستيل بعض الاكس رايز اللي بتخرج من خلال البروتكتيف هاوزنج دي، بنسميها الليكج راديشن. دي طبعا بتبقى قليله بس برضه ستيل موجوده، ما نقدرش ان احنا نخلي الراديشن ليكج بيساوي صفر. فبيسكلي الليكج راديشن كونتريبيوتس نوثينج تو دايجنوستيك انفورميشن. طبعا احنا بنتخيل ان احنا عندنا البيشنت واقف قصاد الفتحه دي، وبالتالي اي اكس راي بيطلع من اي اتجاه اخر لا علاقه له بالتصوير على الاطلاق. فبالتالي لو احنا عندنا ليكج راديشن بشكل كبير يعمل لنا مشكله ان هو بيعمل حاجه زي يعني باك جراوند راديشن كده، ممكن اي حد موجود في غرفه العمليات يتعرض له من غير لازم، او غرفه التصوير ممكن يتعرض له من غير اي داعي. فبالتالي ده مش حاجه مفيده بالنسبه لنا، ولازم ان احنا نحاول نقلله على قد ما نقدر. فبيسكلي البروتكتيف هاوزنج بيعمل جاردنج اجينست اكسسيف راديشن اكسبوجر. وبرضه الحقيقه نتيجه ان احنا بنحط هنا زي ما احنا كنا بنتكلم من شويه الفولت اللي احنا بنحطه بين الكاثود وبين الانود، هنا الحقيقه بنتكلم حاجات بالكيلو فولت، وبنتكلم على 100 كيلو فولت 120 كيلو فولت. فطبعا بيبقى في عندنا طبعا يعني فولتج عالي جدا 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 على الاكس راي تيوب. فالحقيقه البروتكتيف هاوزنج بيسمح ان احنا نقلل الاكسسيف راديشن، يعني نخلي الليكج ده اقل ما يمكن، وفي نفس الوقت بيبقى في عندنا هنا يعني زي ما احنا شايفين كده ده البروتكتيف هاوزنج المعتاد بالنسبه للاكس راي تيوبس. بيبقى في عندنا فتحات كده محكومه نقدر نحط من خلالها الاطراف بتاعه الفولتج العالي جدا اللي بنستعمله في التصوير بالاكس راي، فبيبقى سيف بالنسبه للاشخاص اللي موجودين حواليه اولا، وبيبقى طبعا بيبقى يعني بيعمل بروتكشن كمان ميكانيكالي للاكس راي تيوب نفسها. الاكس راي زي ما كنا بنتكلم هي يعني الهاوزنج اللي موجود فيها ده ممكن يبقى مصنوع من زجاج او حاجه زي كده. فالحقيقه يعني برضو بيبقى لازم يبقى فيها حواليها سبورت ستراكشر في البروتكتيف هاوزنج ده عشان يخلي برضو تعرضها مثلا للكسر او تعرضها للصدمات او كده يبقى اقل. فالبروتكتيف هاوزنج بيقلل الليكج راديشن، بيعمل سيف كونكشن للهاي فولتج اللي احنا بنستعمله في التصوير، وفي نفس الوقت بنعمل ميكانيكال بروتكشن للديليكيت كومبوننتس اللي موجوده عندنا في الاكس راي تيوب نفسها. بيجي بقى اخر مكون خارجي هو عباره عن الميتال اور جلاس انكلوجر. يعني بمعنى احنا دلوقتي عندنا الاكس راي تيوب نفسها اللي موجوده عندنا ممكن يبقى مكوناتها الاساسيه طبعا زي ما كنا بنتكلم هي انود وكاثود. الانود والكاثود ممكن يبقوا موجودين جوه جلاس انكلوجر او ممكن يبقوا موجودين جوه ميتال انكلوجر. فبيسكلي الاكس راي تيوب نفسها هي ان الكترونيك فاكيوم تيوب، زي الالكترونيك فاكيوم تيوبز اللي كانت بتستعمل زمان في التلفزيونات القديمه اللي كانت بتستعمل يعني كنا بنتكلم عليها اللي هي بتستعمل يعني بنروح عليها بتشتغل باللمبات يعني بدل الترانزستورز اللي هي سوليد ستيت، كنا بنتكلم على الفاكيوم تيوبز اللي هي عباره عن انواع من التيوبز بتبقى بتشتغل بنفس الطريقه بتاعه الالكترونكس بس بتبقى معموله بشكل ميكانيكال كفاكيوم تيوب. فبيسكلي بنتكلم على الالكترونيك فاكيوم تيوب دي ممكن تبقى كونتين وذين جلاس اور ميتال انكلوجر. فطبعا احنا بنتكلم على انها فاكيوم تيوب طبعا علشان الفاكيوم بيالاو فور مور افيشنت اكس راي برودكشن اند لونجر تيوب لايف. احنا بنتكلم على الالكترونات اللي خارجه من الكاثود وبتخبط في التارجت، لو في عندنا ذرات هواء موجوده في النص هيحصل انتر اكشن بينها وبين الالكترونات دي، فبالتالي هتقلل عدد الالكترونات اللي بتوصل للتارجت، وبالتالي ممكن هي تعمل لنا تقليل الافشنسي بتاعه الاكس راي برودكشن، ممكن اكشوالي تعمل سكاترنج للالكترونات دي بحيث انها ما تخبطش اصلا في التارجت. فبالتالي الفاكيوم مهم جدا 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 علشان يقلل لنا الانتر اكشنز بين الالكترونز اللي احنا بنخبط بيها التارجت اللي هي البروجكتايل الكترونز وبين الايه وبين البوسيبل انتر اكشنز مع الهواء اللي موجود عندنا جوه التيوب. فلازم نشيل الهواء خالص عشان يبقى فاكيوم عشان ما يحصلش اي انتر اكشن خالص. طبعا الانتر اكشن ده كمان ممكن ينشا نتيجته حراره اضافيه، فبالتالي ممكن برضو تقلل التيوب لايف، وبالتالي لما يعني بنخلي في عندنا فاكيوم ممكن نخلي في عندنا التيوب لايف نفسها اللي هي موجوده عندنا تبقى اعلى شويه من لما يكون في موجود هواء. فالحقيقه في واحده من الحاجات المهمه الحقيقه اللي ممكن نتعرض ليها بطريقه يعني عمليه الجلاس انكلوجر. الحقيقه يعني لما بتزيد عمرها لما بتقدم شويه اللي بيحصل ان التنجستن لما احنا بنتكلم على ان احنا بنخبط التارجت بتاعنا، التارجت ده عاده مصنوع من التنجستن،
فبالتالي بيحصل نتيجة لكده ان في بعض الذرات من التنجستن تبتدي يحصل لها vaporization. احنا بنتكلم ان عندنا عادة 99% من الانرجي بتاعت البروجكتايل الكترونز اللي بتخبط في التارجت بتتحول لحراره مش بتتحول لاكس راي، يعني 1% بس اللي بيتحول لاكس راي، 99% بيتحول لحراره بتخلي درجه حراره التارجت عاليه جدا جدا جدا. وبالتالي الحراره العاليه دي بتخلي ان ممكن ان بعض الذرات الخارجيه في التنجستن ممكن هي تسيب الماده الصلبه بتاعت التارجت نفسها وتبقى عباره عن بخار، والبخار ده ايفينشولي بيترسب على جدران الانبوب اللي هو بيبقى لو هو مصنوع من الجلاس، لو هو مصنوع من الزجاج. وبالتالي بيحصل مشكله في الموضوع ده نتيجه ان احنا بقى في عندنا ماتيريا دلوقتي بقت كوندكتيف موجوده على جدران الانبوب بتاع الاكس راي. الحقيقه دي ممكن تعمل لنا اركينج، وممكن تعمل لنا الحقيقه يعني دي اكشولي ناس بتعتبرها ان هي ذا موست كومن كوز اوف تيوب فيلير. يعني متكلم ان هي معظم الجلاس تيوبس الفيلير يعني كوز بتاعها بيبقى عباره عن ترسب التنجستن على جدران الجلاس تيوب. فبالتالي هتلاقي ان احنا عندنا في التطبيقات اللي بنستعمل فيها الانابيب بتاعت الاكس راي، الاكس راي تيوبس في تطبيقات بتبقى يعني تعتبر ديماندنج، زي مثلا في السي تي مثلا بنستعمل اكس راي تيوب بنعمل بيها اكسبوجر بشكل متواصل فتره طويله. فالحقيقه يعني في الحاله دي الحقيقه بنفضل ان احنا نخلي الانكلوجر بيبقى مصنوع من الميتال، وساعتها لما يكون مصنوع من الميتال اكشوري بيبقى عامل شكل يعني بيبقى معمول بشكل مختلف، وبيبقى اكشوري الميتال بتاع الانكلوجر دوت في الاخر بيمنع ان يحصل الاركينج اللي هو كان بيحصل في الجلاس انكلوجرز لما بتقدم، وبالتالي بيسمح للتيوب دي ان هي يبقى لها لونجر لايف و less likely to fail عموما في الاستعمال بتاعها. وفي نفس الوقت لما بنتكلم على الهاي كاباسيتي اكس راي تيوبس، كل الهاي كاباسيتي اللي هي بتستعمل بشكل عنيف جدا زي مثلا اللي بتستعمل في الكمبيوتر توموجرافي او اللي بتستعمل في اماكن ممكن يبقى الاكسبوجر بتاعها ممكن يبقى فترات طويله او بتستعمل كتير، بيفضل انه يستعمل ميتال انكلوجر او يستعمل اكس راي تيوبس لا ميتال انكلوجر عشان يبقى الافشنسي بتاعتها تبقى افضل ويبقى الفيلير ريت بتاعها يبقى اقل بكتير. نبدا نتكلم على المكونات الداخليه لأنبوب الأشعة. المكون الأولاني الرئيسي هو الكاثود. الكاثود هو النيجاتيف سايد بتاع الإكس راي تيوب. بيسيكلي زي ما احنا كنا بنتكلم من قبل كده ان احنا بيبقى في عندنا الكاثود ده مهمته ان هو يعمل يعني بيجنريت الكترونز، والالكترونز دي بتعمل اكسلريشن وتخبط في التارجت. اوكي؟ فبيسيكلي احنا بنتكلم على الكاثود دوت هو الجزء النيجاتيف اللي موجود عندنا هنا دوت. بيسيكلي عندنا فيها جزئين الحقيقة. فيلمنت وفوكسنج كاب. فيلمنت بتبقى هي عباره عن الحاجه اللي احنا بنسخنها اللي هي الماتيريال اللي احنا بنسخنها بان احنا نمرر فيها تيار كهربي، ولما بنسخن الماتيريال دي بيبتدي يبقى في عندنا الكترونات بتبقى حره، والالكترونات دي بتبقى نقدر ان احنا لما بتخرج من الفيلمنت نقدر ان احنا نعمل لها اكسلريشن باستعمال هاي فولتج عشان تخبط بعد كده في التارجت. فبالتالي بيبقى في عندنا الجزء بتاع الفيلمنت ده مهمته ان هو يجنريت الكترونز. الجزء اللي بين الكاثود وبين التارجت مهمته ان هو يعمل اكسلريشن للالكترونز دي علشان تقدر ان هي تخبط في التارجت بانرجي عاليه وتتحول الانرجي دي لاكس راي عشان نقدر نعمل بيها تصوير للتطبيقات الطبيه. فبيبقى في عندنا الجزء الاولاني دوت اللي هو الفيلمنت اللي هو الموجود عندنا دوت. الفيلمنت ده بيبقى زي ما احنا شايفين كده بيبقى موجود في مكان بيبقى انجروف، يعني بيبقى في مكان كده حاجه زي يعني في حفره كده هو موجود فيها بنسميها الفوكسنج كاب. مهمه الفوكسنج كاب دي ان هي تخلي الالكترونز دي تمشي في اتجاه واحد، وتبقى الاتجاه ده يبقى يعني يعمل بيم اوف الكترونز يبقى يعني از نارو از بوسيبل، يعني يبقى ضيق بشكل كبير بحيث يخبط في مكان مركز في التارجت. فبيسكلي بيبقى موجود بحيث ان يبقى في عندنا هنا في الاماكن اللي حوالين الفيلمنت يبقى في عندنا هنا نيجاتيف فولتج. نيجاتيف فولتج ده بيعمل تنافر مع الالكترونات دي بحيث ان يخليها دايما تبقى داخل البيم نفسه، ما يخليهاش تخرج في الاتجاهات الخارجيه اللي بره دي، ما يخليهاش تبقى طالعه بالشكل اللي احنا شايفينه هنا ده كده. لما نحط الفوكسنج كاب بتبتدي تتركز وتبقى شكلها بيم دقيق في الـ في الـ في الويث بتاعه بحيث ان هو يخبط في الانود في مكان يكون مش كبير.
الحقيقه في يعني في احوال كتيره بيبقى في عندنا في جهاز الاكس راي، بيبقى في عندنا او في الاكس راي تيوب معنا صح، بيبقى في عندنا فوكسنج كاب بتسمح، بيبقى في عندنا نوعين من انواع الفيلمنتس، واحده بنسميها يعني لارج فيلمنت وسمول فيلمنت، واحده بيبقى حجمها صغير بالشكل ده كده، واحده بيبقى حجمها كبير بالشكل ده كده. اوكي، فيعني الحقيقه الواحده فيهم بتسمح ان احنا نقدر نطلع بيم بيبقى شكله ادق شويه، والثانيه بتسمح بان يكون البيم اكبر شويه بس يكون الانتنسي بتاعته اعلى، يبقى يكون اللي هو الانرجي اللي طالع منه تبقى اكبر شويه. فاكشولي ده كتطبيق في التصوير نفسه بيبقى اختيار التكنولوجيز، بيختار اني واحده فيهم يعني يحتاج ان هو يصور بيه علشان التطبيق اللي هو بيصور فيه. فبيسكلي فبنتكلم بقى على التيوب كارنت نفسه. الكارنت بتاع التيوب عامه هو عباره عن الكارنت اللي بيمشي من اول الكاثود لغايه الانود، يعني بيسك كارنت اللي بيمشي من الطرفين دول. فبيسكلي هو الجزء من او مجموعه الالكترونات اللي بتمشي دي هي اللي بتعمل لنا الكارنت اللي احنا بنتكلم عليه، اللي احنا كنا وصفناه ان هو الميلي امبير، اللي احنا كنا بنتكلم عليه ان هو ده اللي بيعمل لنا التاثير على الكوانتيتي بتاعه الاكس راي. فكل ما احنا زودنا التيوب كارنت كل ما كان العدد الالكترونات اللي بتخبط في التارجت كل ما يكون اكتر، كل ما الاكس راي فوتونز اللي بتخرج من التارجت تكون اكبر، عددها اكبر. فبيسكلي بيبقى في عندنا في التركيب بتاع الجهاز الاكس راي نفسه بيبقى في عندنا طريقه عشان نتحكم في الميلي امبير اللي احنا ماشيين داخل داخل الاكس راي تيوب نفسها، بان احنا بيسكلي بنختار اني واحده اللي احنا محتاجينها، اني نوع اني قيمه للميلي امبير نكون محتاجينها، وبعد كده بنختار ان احنا نمشي الكارنت دوت يا اما في السمول فيلمنت ولا اللارج فيلمنت، يعني بنختار اني واحده من الفيلمنتس اللي احنا محتاجينها، ونبتدي بعد كده نحط بقى الكي في بي اللي احنا محتاجينه بين الكاثود وبين الانود عشان يعمل لنا اكسلريشن للالكترونز. فبالتالي احنا هنا بنختار باختيار الفيلمنت بنختار الـ الشكل بتاع الـ 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 النقطه اللي هي الفوكال بوينت بتاعه الاكس راي، وبتغيير الكي في بي بنحدد كميه الانرجي اللي احنا بنديها للبروجكتايل الكترونز بيكون قد ايه. طبعا ممكن نتخيل الحجم بتاع الفيلمنت الصغيره او الكبيره زي ما احنا بنتكلم مثلا على لامب، لما بنتكلم على انكانديسنت لامب، بنتكلم عن انكانديسنت لامب بنشوف احنا بعينينا مثلا فيها الواير المصنوع من التنجستن اللي موجود جواها بيبقى حجمه كبير، فبيبقى لها شكل اضاءه مختلف. يعني لما احنا بنقارنها مثلا بالليد ليد مثلا لامبس، الليد لامبس بيبقى الاضاءه طالعه من نقطه، فشكل الاضاءه وشكل الظل اللي بيطلع على الاوبجكتس اللي حوالين الاضاءه اللي خارجه من احجام مختلفه من الـ من الـ من الـ اللي هي الجنريتور بتاعت الاضاءه ممكن تخلي لنا شكل الصوره يطلع مختلف. وده الحقيقه زي ما كنا بنتكلم ده اللي بيحدده او بيحدد الحاجه اللي محتاجه التصوير ايه، بيبقى التكنولوجيست الموجود بيصور الايه السبجكت. المكون الثاني للاكس راي تيوب هو الانود، وبيسك الانود ده هو البوزيتيف سايد اوف ذا اكس راي تيوب. في منه نوعين الحقيقه، في نوع اسمه ستيشنري او بيبقى ثابت، وفي نوع ثاني بيبقى روتيتنج. الثابت ده عاده بيستعمل في التطبيقات اللي زي الدنتال ابلكيشن دنتال اكس راي اللي بيبقى فيها الاكسبوجر بيبقى يعني مواصفاته بتبقى يعني قليله، يعني معنى ما احناش محتاجين ان احنا نطلع يعني كوانتيتي للاكس راي بتبقى عاليه. روتيتنج بيبقى جنرال بيربز اللي هو بيستعمل في التطبيقات العامه للاشعه عموما. يعني الروتيتنج بيبقى الفكره بتاعته ان لما بنيجي دلوقتي عايزين نطلع اكس راي بكميه كبيره، زي ما احنا كنا قلنا ان في 99% من الطاقه اللي خارجه من البروجكتايل الكترونز بتضيع في شكل حراره، فبالتالي لو احنا دايما بنطلع الحراره دي في مكان محدد في التارجت بيبقى في عندنا مشكله ان بيحصل مشاكل في المكان ده. فالهدف من الروتيشن ان احنا بنعمل بيسكلي بنخبط الالكترونز دي في التارجت في اماكن مختلفه بحيث ان الحراره تتوزع على الاريا بتاعت التارجت.
وبالتالي ده يسمح لنا ان احنا نقدر نستعمل higher tube currents او ان احنا نقدر نعمل exposures في اوقات قليلة، يعني بمعنى ان احنا ما نخليش في وقت كبير محتاجينه عشان التارجت يبرد علشان نطلع X-ray. فبالتالي الستيشنري بيبقى يعني يستعمل في ابلكيشنز محدده جدا اللي هي الدنتال ابلكيشنز اللي هي اقل انواع التصوير باشعه اكس ديماندنج، يعني اقلها احتياجا للطاقه يعني. والروتيتنج يعني انود بيستعمل عاده في الجنرال بيربز اكس راي اللي هو بيحتاج طاقه اكتر شويه، ويبقى لازم موضوع الهيت ديسيبيشن يبقى ادريس بشكل كويس. في ثلاث وظائف أساسية للأنود في الإكس راي تيوب. الاستعمال الأولاني هو إنها يعني الأنود ده بيبقى إلكتريكال كوندكتور، هو ده اللي بيمشي فيه التيار اللي ماشي داخل التيوب، يعني لازم يكون في عندنا زي أي تيار لازم يمشي بين طرفين. فإحنا دلوقتي التيار جاينا من الفيلمنت، يعني جاينا من الجزء اللي فيه الكاثود اللي هو فيه واصل بالفيلمنت، فلازم يكون في طريقة علشان يمشي فيها ويرجع يكمل الدايرة. لو ما فيش عندنا طريقة عشان يرجع فيها الالكترونز اللي ماشية هي بروجكتال الالكترونز دي، بمعنى كده البيسيك هيبقى في عندنا السيركت نفسها هتبقى بروكن، هتبقى مفتوحة فمش هيمشي كارنت. فبالتالي اللي بيشتغل كالكتريكال كوندكتور هو اللي بيكمل الدايرة اللي بنكلم فيها اللي هي بتمشي الكارنت داخل التيوب. الحاجة التانية ودي مهمة جدا هي الميكانيكال سبورت فور ذا تارجت، يعني احنا في الاخر الالكترونز بتخبط في التارجت، والتارجت هو بيسكلي واصل بالانود، يعني التارجت والانود بيبقوا واصلين ببعض بحيث ان هو الفولتج بتاع التارجت بيبقى هو نفس الفولتج بتاع الانود، فهو بيسكلي بيساعد التارجت ان هو يبقى يعني ثابت في مكانه ويبقى بيديله ميكانيكال سبورت، يعني التارجت بيثبت على الانود. الحاجة الاخيرة هي الثيرمال ديسيبيشن، بيبقى فيه طبعا هنتكلم على التارجت هو اللي بيتولد فيه الحراره، احنا بنوصل التارجت ده بمواد اخرى بحيث انها تسحب منه الحراره بحيث ان احنا في الاخر نقدر نعمل ثيرمال ديسيبيشن بشكل افكتيف. لو حبينا نبص على شكل النوعين اللي احنا كنا اتكلمنا عليهم، شكل الاستيشنري انود بيبقى بالمنظر ده كده، بيبقى فيه عندنا مكان محدد هو اللي فيه التنجستن، حواليه بيبقى الانكلوجر نفسه مصنوع من الكابر، ويبقى واصل بعد كده ده بالهاي فولتج جنريشن، بيوصل بالانود بالهاي فولتج جنريتور بحيث ان هو يبقى واصل بالبوزيتيف فولتج بتاع الهاي فولتج جنريتور. لما يكون عندنا روتيتنج انود بيبقى بيسيكلي عندنا التارجت موجود عندنا مغطي جزء من السلندر ديت، بيبقى مصنوع من التنجستن، وبيبقى في عندنا ماتيريال مصنوع من المولبدينم عشان تثبت التارجت دوت، تثبته في البارد نفس الحاجه اللي هي الكابر، وبيبقى في عندنا طبعا موتور بيحرك الـ كل الاستراكشر دوت بحيث ان هو يخلي البومباردمنت او يخلي البروجكتال الكترونز تخبط في اماكن مختلفه مع الوقت. طبعا اختيار التنجستن عشان يبقى هو التارجت ماتيريال ده الحقيقه يعني لثلاث اسباب اساسيه. اول حاجه الاتوميك نمبر بتاعها 74 زي ما احنا كنا شفنا في الجزء بتاع الانتراكشن او الجزء بتاع الجنريشن بتاع الاكس راي برودكشن بتاع الاكس راي، كل ما كان الاتوميك نمبر اكبر كل ما كان الافشنسي بتاعه الجنريشن بتاعه الاكس راي كانت اكتر، بمعنى ان الكوانتيتي بتاعه الاكس راي كل ما كان الاتوميك نمبر اكبر كل ما كان الكوانتيتي بتاعه الاكس راي كانت اكبر. فبالتالي هو 74 يعتبر الحقيقه ممتاز جدا بالنسبه للافشنسي بتاعه الجينريشن بتاعه الاكس راي. الحاجه الثانيه هي الثيرمال كوندكتيفيتي، الحقيقه يعني التنجستن هاز ثيرمال كوندكتيفيتي نيلي ايكوال تو ذات اوف كوبر، يعني بمعنى ان هو فيري افشنت في توصيل الحراره. فبالتالي لو احنا موصلينه بكوبر يعني نقدر بيسيكلي درجه الحراره اللي هي متولده في اماكن على التارجت تقدر توصل او تقدر تبقى ديسيبيتد بشكل بسيط جدا لو التارجت بتاعنا مصنوع من التنجستن زيها زي الكابر بالظبط، از افكتيف از الكابر. الحاجه الثالثه ان لها فيري هاي ميلتنج بوينت، فيري هاي ميلتنج بوينت دي حاجه مهمه للغايه علشان ما يبقاش يعني الاماكن اللي بيتولد فيها حراره عاليه على التارجت ما يحصل لهاش ميلتنج، otherwise لو احنا حصل فيه عندنا ميلتنج على التارجت يبقى معنى كده مش هنقدر نستعمله بعد كده، يعني الاماكن اللي حصل فيها ميلتنج بعد شويه مش هيبقى فيه بعد كده المكان ده مش هيبقى فيه ماتيريال اصلا، فبالتالي هيبقى فيه عندنا مشكله. فالحقيقه بنتكلم على الميلتنج بوينت بتاعه التنجستن بنتكلم على 3400 تعتبر عاليه جدا جدا حتى كومبيرد للكبر، كبر 1100 بس درجه مئويه.
فالحقيقه ده يخليه يقدر يستاند اب اندر هاي تيوب كارنت، يعني ما يحصلوش مشاكل مع بومباردمنت عالي جدا او بروجكتايل الكترونز جايه بكميه كبيره بترفع درجه حرارته بشكل كبير ومن غير ما يحصل له بيتنج او بابلنج. بيتنج معناها ان يحصل زي نقر كده، يحصل فيه حاجه زي حفر صغيره كده تبقى موجوده على السيرفيس بتاعه، وطبعا ده ايفينشالي بيحصل بس عامه بيحصل بريت بطيء بالنسبه للتنجستن. البابلنج معناها ان درجات الحراره تولد بعض يعني بعض، لو في عندنا بعض الامبيوريتيز موجوده عندنا جوه في الماتيريال نفسها، ممكن لو فيها هواء ولا حاجه يبتدي يعمل بابلنج، يبتدي يبقى في عندنا يعني بعض الاجزاء كده يبقى كان فيها فقاعه كده على السيرفيس بتاع التارجت نفسه. فالحقيقه التنجستن الحقيقه يعني عشان الهاي ميلتنج بوينت بتاعته ما بيسمحش بان يحصل الحاجتين دول على السيرفيس بتاعه، او ما صح بيحصلوا بريت قليل جدا 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 بيسمح لنا ان احنا نقدر نستعمل التيوب بشكل افيشنت لفتره طويله. احد المواصفات المهمه جدا للتارجت هو حاجه بنسميها الفوكال سبوت. الفوكال سبوت ديفينيشن بتاعها هي the area of the target from which the x-rays are emitted. basically احنا متخيل ان احنا عندنا electrons جايه كده بالشكل ده، اوكي، بتخبط في التارجت، بيطلع عندنا x-ray في اتجاهات مختلفه. فبيسيكلي بنتكلم على ان كل ما كان عندنا الفوكال سبوت صغيره، كل ما كان عندنا السورس نفسه اللي بيطلع منه الاكس راي بيبقى صغير، كل ما كان الحقيقه السبيشال ريزولوشن يعني دقه الصوره بتبقى افضل. لو احنا عندنا تخيلنا مثلا ان احنا عندنا دلوقتي بنصور يعني عندنا مثلا سورس للاضاءه عباره عن نقطه، وسورس الاضاءه عباره عن حاجه لها فاينايت ويدث يعني سنتي مثلا 1 سنتيمتر. لو احنا شفنا الخيال او شفنا الظل اللي ورا اي حاجه قصاد الضوء دوت قصاد الاضاءه دي، هنلاقي ان في اختلاف بين النقطه وبين الـ الحاجه اللي لها فاينايت ويدث. بنلاقي ان في حاجه يعني على الجناب بتاعه الاوبجكت نفسها نتيجه للفاينايت ويدث بتاع السورس نفسه، بتخلي ان الحاجه اللي جايه دي اكن فيها بليرنج كده، اكن فيها بعض اللي هو يعني الصوره نفسها فيها عدم وضوح بشكل ما. ف يعني ان جنرال نبقى عارفين ان ذا سمولر ذا فوكال سبوت سايز ذا بيتر ذا سبيشال ريزولوشن اوف ذا ايمج. المشكله في ايه بقى؟ ان عندنا تريد اوف، عندنا يعني حاجه لما بنحسن الفوكال سبوت سايز لما نخليها سمولر بتبقى في مشكله في حاجه ثانيه. As the size of the focal spot decreases, heating of the target is concentrated into a smaller area. فبيسكلي احنا هنا نقدر نصغر هنا المساحه دي، بس المشكله ان احنا في الاخر خالص يعني لو احنا صغرناها جامد هيبقى في عندنا حراره عاليه جدا 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 هتبقى متركزه هنا في المكان اللي بيحصل فيه بومباردمنت للالكترونز. الالكترون بتخبط في مكان صغير فبالتالي هتسخن المكان ده بشكل كبير جدا. فلازم يبقى في عندنا تريد اوف. ده بيبقى في ليميتيشن في السايز بتاع الفوكال سبوت سايز نتيجه لكده. الحقيقه الحاجه اللي بتحل لنا المشكله دي حاجه اسمها اللاين فوكس برنسبل. هو بيسكلي لو احنا عندنا دلوقتي التارجت نفسه معمول بشكل يعني في انجل بالشكل ده كده، الانجل دي الحقيقه بتسمح لنا ان احنا نخلي هنا في الاتجاه اللي بيبقى فيه الالكترونز يبقى الالكترون تخبط في اريا كبيره، بس في الاخر الجزء اللي بناخد منه الاكس راي يبقى effectively much smaller. فبالتالي ده تعمل لنا الحقيقه يعني تدينا المستين، تدينا ان الفوكال سبوت سايز تبقى يعني صغيره بمعنى الريزولوشن بتاعت الصوره تبقى افضل، وفي نفس الوقت الاريا اللي بيخبط فيها الالكترونز بروجكتايل الالكترونز تبقى كبيره، فمعنى كده الكونسنتريشن بتاع الهيت هيبقى متوزع على مساحه اكبر. في بعض انواع التيوبس ممكن يعمل شكل التيوب نفسها ممكن يخلي جزء التارجت يخلي فيه تو انجلز، يعني يبقى في عندنا انجل هنا بزاويه معينه وانجل هنا مثلا 6 ديجريز هنا مثلا، وفي واحده ثانيه تبقى مثلا هنا تبقى 12 ديجريز. فلو احنا عملناها بالشكل ده كده لما الالكترون تخبط في الجزء اللي 6 ديجريز ده يدينا فوكال سبوت سايز بالشكل ده صغيره، لو بتخبط في 12 ديجريز تدينا فوكال سبوت اكبر شويه. فدي الحقيقه تسمح لنا ان احنا نقدر نعمل اختيار للفوكال سبوت سايز بان احنا نحدد ان احنا هنعمل يعني نستعمل الجزء اللي هو الانجل بتاعته 6 ديجريز ولا 12 ديجريز. واحده من الحاجات المهمه برضو اللي لازم ناخدها في اعتبارنا ان احنا عندنا في حاجه اسمها الهيل افكت.
الهيل افكت ده بيحصل نتيجه لان الاكس راي اللي طالعه بتطلع في جميع الاتجاهات زي ما احنا كنا بنقول. بيبقى في عندنا حاجه بنحطها قصاد البيم علشان تعمل لنا تحديد للبيم، تحديد الويدث بتاعه. النقطه هنا ان الاكس راي لما بتطلع من التارجت بتطلع مثلا من التارجت مكانه هنا، ففي عندنا جزء من الاكس راي بيمشي في داخل التارجت نفسه، فبالتالي بيحصل له اتنويشن اكتر شويه من الاكس راي اللي ماشي في الاتجاه الاخر. فبالتالي لو احنا جينا قسنا الانتنسي بتاعت الاكس راي في دايركشنز يعني مختلفه، هنلاقي ان احنا الاكس راي اللي هي في الاتجاه اللي هو يعني في اتجاه الكاثود بيبقى بيسكلي الانتنسي بتاعته اكتر من اتجاه الانود، نتيجه ان احنا عندنا الاكس راي اللي بتطلع دي لما بتمشي في الاتجاه ده كده بيحصل لها اتنيويشن داخل التارجت نفسه. فلازم لو واخدين الكلام ده في اعتبارنا ان احنا عندنا في اختلافات في الانتنسي اللي بتطلع من الاكس راي بيم نتيجه للهيل افكت، وبالتالي لازم نعمل لها تعويض لو احنا بنعمل مثلا تصوير بشكل ديجيتال، نعوض الكلام ده في الديجيتال ايمج بروسيسنج علشان يطلع لنا الصوره شكلها منتظم في جميع الاماكن بتاعتها.